السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بما انه احنا كمان الاثوتيكيشن بننتقل لل اللوجن. هنا احنا عندنا صفحة اللوجن دبل كليك هو تي اس دبل كليك. تعال هنا في اللوجن اللي جماعة اللي المفروض انه انت دارس الايونيك فاكيد راح اعتبر انه انت دارس الايونيك وبتعرف تستخدم اليو اي للايونيك. وانا شرحت عن الايونيك اكثر من دورتين فممكن انه انت تشوفها في الشانل موجودة. اوكي هنا انا اجي اعمل بيست لهذا الفورم. فورم بسيط. ايون ليست في داخله ايون ايتم. الايتم الاول هو اليوزر نيم. اوكي اول شيء هذا لوجن. في اللوجن احنا نحتاج الايميل اند باسورد صح؟ فهنا انا احنا راح نسميها ايميل. هذا ايضا ايميل. تمام؟ فانا انت عندك هذا على شكل ايميل. وهنا أنا تكست أو ممكن تسميها باسورد. أنا حسميها تكست حتى يظهر عندي يعني حتى أشوفها. بس لكن أكيد لما تريد تنتجها كتطبيق تعملها باسورد التايب. طيب هنا أنا عندي ng model model ng model للإيميل و ng model للباسورد. وهنا عندي بوتون بسيط جدا. لاحظوا هذا البوتون حتيعمل لوجين أو يعمل لوج أوت. أوكي so I think احنا نسينا اللوج اوت. اللوج اوت تجي على الاوث اخر شيء. اوكي هذا تشيك اوثنتيكيشن اتصور. اي نعم تنزل الاسفل. اللوج اوت سهل جدا. انت التوكن بتخزنه وين؟ في الستورج. فتحتاج انه انت فقط تفرغ الستورج. فتيجي تقول له اللوج اوت هو فانكشن. هذا الفانكشن تقول له this storage. هذا الستورج ابحث عن التوكن واعملها فارغه. وبالحاله ما راح يكون عندك توكن، اكيد انت غير مسجل. وهذا راح يرمز لللوج اوت. عندك لوجن، عندك لوج اوت. حلو. هذا تو بوتونز. اوكي واذا فورم جدا جدا بسيط. يعني انت اذا درست الايونيك فراح تعرف تعمل الفورم. ف نو سيف. اوكي هذا بالنسبه لللوجن HTML. هنيجي على اللوجن TS file. طيب في اللوجن TS file انا احتاج الى اللوجن فانكشن. اللوجن فانكشن اول شيء انا احتاج اليوزر نيم. اوكي احتاج 3 متغيرات اعرفها. هذه المتغيرات تكون داخل الفانكشن داخل كلاس. المتغير الاول هو الايميل والباسورد والايرور مسج في حالة اذا في عندي ايرور. تمام ومن الباقي احتاج انه اعرف فانكشن خاص بالايرور. اوكي هذا الفانكشن الايرور راح يكون بعد الايون فيو ديدلود. هذا الايرور فانكشن بياخذ string. هذا string يجي يستخدم الالرت. الالرت هي من احد العناصر اليو اي كيت اللي هو يطلع لك مثل نافذه تحذيريه في الايونيك في حاله وجود خطا. مثلا في حاله عدم تسجيل بشكل صحيح يظهر لك الخطا مالتك. فانا ممكن يصير عندي اكثر من خطا. فليش كل مره اكرر الخطا؟ ممكن اعمل function واحد وامرر فيها فقط نوع الايرور وهذا الايرور يظهر لي كل مره بشكل معين. هاي الفكرة من الفانكشن. طيب وعندنا ايضا فانكشن اخر اللي هو خاص باللوجن. تمام وفانكشن اخر خاص باللوج اوت بهذه الصورة. خلينا نجي على الماي لوجن. في الماي لوجن اذا كان الايميل trim والباسورد ايضا trim تعملهم and trim I think okay whatever. إنه هذا إذا سويتهم trim أي مفروض نكتب هنا مثلا not equal equal فراغ and this one same thing. okay هذا لأنه ما بين شرط الآن هو شرط. طيب ممكن تطبع الإيميل إذا حبيت تشوفه. oops إيميل إذا حبيت تشوف هذا الكونسول بيطبع لك إياه على الكونسول. يعني هذا ما يظهر لليوزر، هذا للديفلوبر لك يفيدك. أوكي هذا وين يظهر؟ هذا يظهر
هنا في الكونسول. اوكي ف اذا كان في باسورد فارغ هنا المواضع لانه انا هنا بدي اسال الباسورد اذا كان فارغ. سو هذا الاف اولاني راح يكون اذا كان الباسورد فارغ راح يقول لك put your password. اذا كان الايميل نوت فارغ اوكي فراح يقول لك الايرور فانكشن. لاحظ هنا الايرور فانكشن انا بستخدمها حتى امرر بها هاي الرساله. لاحظ اللي راح تطلع لك تقول لك انه please put your password. ككريدنشال انا احتاج ايميل اعمل لي اوبجكت اسمه credential اضع فيها الايميل والباسورد اللي باخذها من اليوزر. اوكي تمام اخذهم ثياتهم واجي عن طريق من عن طريق الاوث اثنتيكيشن اعمل لوج ان. لكن كيف اضيف الاثنتيكيشن؟ اثنتيكيشن اسم الكلاس هو اوث بروفايدر. ف احتاج ان انا اعرف مجموعه مكاتب اوكي اوث بروفايدر و احتاج هذا اغيره بمكاتب اخرى. لاحظ احتاج الى الايريك بيج ناف كنترولر اليرت كنترولر ناف باراميتر لودينج كنترولر او اللودينج كنترولر ما احتاجه اوكي بس لكن اليرت كنترولر احتاجه. طيب وانظم بالاسفل احتاج اعرف كل من كل من فارزة الاوث سيرفيسز عن الاوث بروفايدر لودينج كنترول اللي هي جايه من لودينج كنترول اللي انا ما ضفته اوكي لودينج كنترول انا ما احتاجه لكن احتاج الى الالرت كنترول. تمام هذول ثلاثه في الكونستركتور احتاجهم. لاحظ هنا اذا عملت لوجن بيرجعك للتابس بيج. اوكي هنا أنا عن طريق الاوث سيرفيس اللي هو هذا في فانكشن اسمه لوجن صح؟ في فانكشن اسمه لوجن اللي بياخذ كريدنشال اوبجكت. فانا اجي احط هذا الاوبجكت في داخله اللي بيحتوي على الايميل والباسورد بعدين انتظر النتيجه. بعد ما ينجح مفروض انه يعمل لي سيت روت يرجع لي للتابس بيج. اوكي فهنا ممكن اني اخذ التابس بيج واعرفه هنا tabs page من مسار dot dot slash tabs tabs. فهنا راح الاحظ انه tabs page ايضا تعرف. في حال اذا عندي مشكله اطبع لي المشكله وضيف في داخل error function wrong credential try again وايضا اطبع لي credential كون انه object اريد احول الى json حتى اقدر اقراها او المتصفح يقراها حتى اعرف انه credential في حال اذا كان في خطا. else اطبع لي please put a valid password يعني password مثلا حاطة عني بشكل خطأ. تمام هذا ما احتاجه اصلا. اوكي بهذه الصورة اللوج اوت بسيط انه تذهب على الاوث سيرفيسز وتجي تعمل اختيار لللوج اوت اللي هو راح يصفر التوكن. تمام فشي بسيط جدا. هذا الحالة يكون عندي اللوجن بيج ايضا حاضر. اوكي في عندي مشكلة في الاوث بروفايدر مشكلة انه فنرجع للاب ماجول نجي على نعرف هاي المكتبه اللي هو ايونيك ستورج ماجول اللي تاخذها من الايونيك ستورج. هذا يحتاج انه احنا نضيفه في الامبورت. فلو ذهبنا للامبورت امبورت هذا هو الامبورت اعمل فارزه انتر ايونيك ستورج ماجول دوت فور روت تعمل له امبورت. اوكي فنجي نعمل سيف نرجع مرة أخرى. أوكي مشكلة أخرى أنه الـ HTTP حتى نحل هاي المشكلة أيضا نحتاج إلى مكتبة أخرى في الـ HTTP اللي هو الـ HTTP module. نحتاج نعرف مكتبة أخرى اسمها import HTTP module from الـ Angular HTTP. هذا أيضا نضيفه وين؟ أيضا نضيفه في الـ import. تمام ف تقدر تاخذ هذا كوبي HTTP module وتجي على الامبورت فارزه HTTP module بهذه الصوره اعملها سيف المفروض يختفي الايرور.
لاحظ ايميل باسورد اللوجين اللوج اوت. طيب خلونا نجرب هنا اذا كتبنا هذا هنا يحتاج ايميل. فاذا اخذنا مثلا هذا فاطمه @gmail نضيفه هنا وعندنا الباسورد من 1 لـ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 لوجين ممتاز مبروك هذا هو التوكن وجابك على الهوم عاشت ايدك نجحت عملية اللوجن خلينا نوقف نكمل الدرس القادم مع السلامة.